عاد إلى الخلف، فرصة أولى لمصلحة مونزا إلى داخل منطقة الجزاء، رأسية أولى وثانية، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على الهدف الأول من أول كرة، لكن بوندو حولها قصيرة مرة أخرى هنا عالية إلى داخل المنطقة دي، الله، واحد من أحلى الأهداف في هذه الجولة، داني مونتبا. ننتظر، نترقب، نتابع التسديدة لجريجوري، يتصدى المتابعة وهدف تقليص الفارق. نعم في المرة الأولى لم ينجح، ولكن في المتابعة شوط المرتدات هنا فرصة من أجل الاستفادة، من أجل التعادل يا فيتينيا. فيتينيا تسديدة، التعادل والعودة لمصلحة جنوا. جنوا يعد كاربوني هنا المحاولة، هذه خطيرة، نعم هذه خطيرة، فرصة من أجل الثالث، من أجل الثالث، حارس المرمى والثالث، مونزا 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 يعود مرة أخرى، نعم في الشوط الثاني كما هي العادة.